حبايبي أبطال الصف السادس الابتدائي مستر نصري loves you so much. هنبدأ مع بعض الدرس الثالث والرابع من يونت 2 كونكت بلس، شرح وحل تمارين المعاصر. عندنا درس النهاردة هنتكلم فيه عن جزئين. الجزء الأول يا أبطال explaining your opinion، تعبر عن رأيك. طبعا ممكن أقول I think، أعتقد، أو ممكن أقول in my opinion I think English is easy. I think football is the most popular sport in the world. In my opinion, football is amazing. In my opinion، في رأيي، بتساوي كلمة I think. السؤال عن الرأي، what do you think of؟ What do you think of English؟ إيه رأيك في اللغة الإنجليزية؟ What do you think of football؟ What do you think of؟ What do you think of؟ أو what's your opinion of أو about؟ هنبدأ مع بعض كمان ستوري، قصة جميلة. The day the bills broke down. هو إيه اللي في الصورة ده؟ حاجة غريبة جدا. What's this? It's a robot. What can the robot do? The robot can iron clothes. ممكن يحدث. Of course. Maybe. هنعرف من خلال قصتنا بيلز مين هم بيلز بالظبط. يلا نبدأ يا أبطال قراية أهم الكلمات الجديدة. باور سوكت، باور سوكت، اكستنشن كابل، اكستنشن كابل، انتر اكتيف، انتر اكتيف تفاعلي، وايت بورد، وايت بورد، الكتريسيتي، الكتريسيتي كهرباء. عارفين كلنا بريك معناها فسحة، بريك معناها يكسر، بريك داون معناها يتعطل، بريك داون. الباست بتاعها بروك، شوكت، شوكت مصدوم، تيربل، تيربل، تيربل سيء. باور اوتج، اوتج انقطاع الكهرباء، بتساوي كلمة باور كات. لايتنينج، 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 لايتنينج إضاءة. بروجرام، بروجرام، بروجرام برنامج. باتري، باتري، باتري. روبوت، روبوت إنسان آلي. تشورز، تشورز، تشورز أعمال منزلية. سترينج، سترينج، سترينج غريب. unusual غير معتاد. actually فعليا. suddenly فجأة. useful مفيد، عكسها طبعا useless. disagree لا يوافق، يرفض، يعارض. microwave normally. humans quietly بهدوء. uniform زي موحد، school uniform. iron يكوي. plan يخطط أو خطة. airport، 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 airport مطار. discussion، discussion، discuss يناقش، discussion مناقشة. electric كهربي، electricity الكهرباء. pants بنطلون. daughter، daughter ابنة، لكن ابن طبعا son، s o n daughter، daughter.
certainly, certainly, بالتأكيد. In case في حالة complicated معقد transportation النقل والمواصلات bus stations محطات أتوبيس travel يسافر traveling السفر particular مخصص محدد free time leisure time وقت فراغ free time أو spare time وقت فراغ leisure time وقت فراغ busy مشغول busily بهمة بنشاط lazy كسول lazily بكسل summary ملخص سمري مرخص أو موجز ودايما بيقول لنا في القطعة summarize يعني لخص however ومع ذلك however ومع ذلك fix بتساوي كلمة repair أو mend يصلح fix repair أو يصلح mend يصلح fix يصلح عارفين كلنا mend وكمان repair خلي بالك من however بتساوي كلمة but يعني ومع ذلك هما الاتنين مكانهم في نصف الجملة he is poor but he is happy He is poor, however, he is happy. He is clever, but he can't answer this easy question. He is clever, however, he can't answer this easy question. الأفعال يا أبطال mean يقصد أو يعني meant teach توت فول فيل فولن هيت وات هابند بنستخدمها دايما علشان نعرف ايه اللي حدث في الماضي وات هابند يسترداي اي سو ان اكسيدنت اي بلايد فوتبول اي واتش ات TV. What happened? ممكن كل واحد يكتب في الشات أو في التعليقات What happened? جملة واحدة بس في الباست. Agree with يتفق أو يوافق مع I agree with you. I agree with you. In my opinion في رأيي In my opinion Learn how to يتعلم كيف يقوم بأشياء be able to يا سلام لذيذة جدا وجميلة جدا be able to عارفين لما أقول جملة يا أبطال خلي بالك معايا وركز واكتبها كمان I can swim أستطيع أن أعوم ممكن أقول I am able to swim قادر على بتساوي كان أيوه طب ممكن أقول جملة كمان علي can run بتساوي إيه علي معلش علي نزل تحت بسرعة كده ليه؟ علي is able to
run. طيب لما أقول they can't. run. الموضوع بسيط، هنقول they aren't able to run. Yes, they aren't able to run. Yes, can أو can't بتساوي am أو is أو are verb to be able to, be able to. Excellent usage. In my opinion في رأيي. How to learn how to يتعلم كيف يقول. Be able to plus infinitive قريبة جدا من كان يستطيع، وما تنساش يا بطل infinitive على طول. Fill with يملأ بي. Fill with. Do the chores يقوم بالأعمال المنزلية. House work. House work. Go back يعود أو يرجع. Lay on. Lay on. Lay on يستلقي على. This is awful. This is terrible. فظيع مزعج. Go on the internet. Go on the internet. يتصل بالإنترنت. At midnight في منتصف الليل. Midday في منتصف النهار. Midnight منتصف الليل. Decide to يقرر أن. He decides to help the poor people. قرر يساعد المرضى ولا الفقراء. أكيد الفقراء. The poor الفقراء. The sick people المرضى. Decide to يقرر. يلا مع بعض نحل ونشوف يا أبطال هنعمل إيه. نبدأ ب علي. تفضل يا علي. ريدي علي. Raise up your voice. أسيل، are you ready? Yes, Mr. Number one. We need electricity for lighting our homes. We can't live in the dark. Excellent, excellent, Asil. Lightning. Yusuf. Transportation helps people move from one place to another. Excellent, Yusuf. Karma. Yes, Mister. There is a power A, so we can't use our electricity energy. انقطاع الكهرباء. مش قادر استخدم الكتل. يعني ايه انقطاع الكهرباء يا كارما؟ باور اوت. مفيش باور اوت، بس في كلمة تاني بمعنى انقطاع الكهرباء اللي هي ايه؟ About eight. Yes, excellent girl. عمار. ايوه. تفضل يا بطل. We need to use electric appliances in our home. One minute. خلصت. Electricity. We need electricity to use electric appliance. أجهزة كهربائية in our homes. Excellent, عمار. تيمو. Yes, mister. My size
My sister helps my mom My sister. do the she. My sister helps my mom do the homework, chores, sport, research. She Chores. Yes, excellent. الأعمال المنزلية. Excellent team. نور الدين. Yes. I went to school very late because the school bus ran fast, worked well, broke down. See. Broke down. ذهبت للمدرسة متأخر جدا. ليه نور؟ Because the school bus broke down. تعطل. مهيب. تمام. After the accident, the boys were soaked. Excellent يا بطل. After the accident, بعد الحادثة, the boys were shocked. مصدومين. أماني. Yes, my mom work my mom work My mom wake wakes up early. Our school uniform. Iron. Excellent. Amen. ماما صحتني مبكرا لكي أكوي زينا المدرسة. علي. صوت واضح يا علي. يا ريت نركز يا نور علشان مهيب هيجاوب السؤال ده. اتفضل يا مهيب. Not will do the most difficult job in the future. Patents. will do the most difficult jobs بيقوموا بأكثر الوظائف صعوبة في المستقبل. هل هم rabbits الأرانب، robots الإنسان الآلي الآليون يعني، ولا animals حيوانات، ولا patients المرضى؟ تتوقع يا مهيب؟ أكيد طبعا روبوتس الإنسان الآلي. يس يوسف نمبر 10. I had an awful dream. It was about a dangerous car accident. كان عندي حلم فظيع، كان عبارة عن حادثة سيارة خطيرة. إكسلنت يا أبطال. درس النهاردة محتاج تركيز جامد يا أبطال، ركز معايا. هنتكلم على A strange day at school، يوم غريب في المدرسة. Power outage، انقطاع الكهرباء. مريم had a strange day at school، مريم كان عندها يوم غريب في المدرسة. Because they had a power
outage أو power cut interactive تفاعلي. They were looking at the interactive whiteboard. كل طلبة مركزة وبص على السبورة التفاعلية. And suddenly فجأة all the information disappeared. كل المعلومات اختفت. يا نهار بوتيتوس. Power socket. The teacher tried a different power socket. طبعا المدرس أو المدرسة حاولوا، ممكن يكون العيب في مكبس الكهرباء، لكن electricity الكهرباء كانت went out. We sat in a circle and talked about why electricity is important. قعدنا في دايرة ونشوف ليه الكهرباء مهم. Why electricity is important in our lives. لماذا الكهرباء مهمة في حياتنا. In our free time وقت الفراغ. On a free time بتساوي spare time أو leisure time. We can use laptops. ممكن نستخدم laptops، محمول، لابتوب، كمبيوتر محمول. We can play video games. We can watch TV in our free time. Light يضيء. Light بمعنى يضيء. We need lights in the evening. نحتاج الأضواء في المساء. بلندر طبعا. بلندر خدناه المرة اللي فاتت. أيوة صح، برافو يا أبطال. We can't use our electric kettle. We can't use our electric kettle. ما فيش كهرباء، يبقى بالتالي مش هنستخدم الغلاية. بلندر، يس الخلاط، refrigerator التلاجة without electricity. Transportation وسائل النقل والمواصلات. Some cars, buses and trains need electricity. طبعا في سيارات كهربائية دلوقتي، في أتوبيسات بالكهرباء، في قطارات بالكهرباء. لو ما فيش كهرباء الموضوع يبقى صعب جدا. تعال نشوف المحادثة الظريفة اللطيفة ما بين مام وماريام. حوار بيحدث كل يوم بين كل أم وكل طالبة وكل طالب. أول ما ترجع من المدرسة بتقول لها السؤال المعتاد، How was your day؟ خدت إيه النهاردة؟ احكي لي يا حبيبتي، عملت إيه في المدرسة؟ اتعلمت إيه؟ How was your day؟ كيف كان يومك يا مريم؟ Oh, hi mom. It was a strange day. كان يوم غريب. Actually, بالفعل, we had a power outage. كان عندنا انقطاع كهرباء يا ماما. My class and I were looking at the interactive whiteboard. تصدقي يا ماما، الفصل كله وأنا كنت معهم كنا بصين على الشاشة التفاعلية. When suddenly all the information disappeared. فجأة كده يا ماما كل المعلومات اختفت. Really? That's strange. غريب. اختفت ازاي؟ What did Miss Amira do? ماذا فعلت Miss Amira؟ Well, حسنا يا ماما. First, she got an extension cable. كان عندها كابل. كمان. And tried a different power socket. عملت احتمالات يكون العيب فيه الفيشة يا أبطال ولا أي حاجة ولا المكبس الكهربي. قالت تغير. But that wasn't working either. Either يعني أيضا، خلي بالكم، وبنستخدمها في النيجاتيف سنتنس. النيجاتيف سنتنس، خلي بالكم يا بطل، عايزين نتعلم مع بعض حاجة. واحد قال لي I like apples، بحب التفاح. طب أنا عايز أأكد المعلومة، وأنا كمان بحب التفاح. I like apples too. طب ممكن أقول جملة كمان، ما بحبش التفاح.
I don't like apples. هنا negative sentence، جملة منفية أستخدم معها either. يبقى عندنا أيضا ليها معنيين، to في الجملة المثبتة، affirmative sentence، either في الجملة المنفية negative sentence. Oh no, so there was no electricity. ما كانش فيه كهرباء. What happened؟ إيه اللي حدث؟ We couldn't do the lesson, Miss Amira Bland. يا ماما ما كملناش الدرس اللي كانت مخططه له Miss Amira. So she asked us. هي طلبت مننا. She asked us all كلنا to sit in a circle، نقعد كلنا في دايرة. And talk about why electricity is important. لماذا الكهرباء مهمة جدا في حياتنا؟ Let me guess. خليني أخمن شوية يا مريم. Everyone thought it was important for computer games. طبعا كل دماغكم في اللعب انتوا، ما فيش حاجة غير اللعب. نفس تفكير ماما، كل همك يا بابا تلعب وتاكل وتنام وبس، تصحى تاني يوم تروح المدرسة وترجع تلعب وتاكل وتنام وبس. ده الطبيعي طبعا. لا، عندنا حاجات تانية لازم نعملها، نذاكر نجتهد. عفوا، we all had lots of different ideas. خلي بالك يا ماما، لا ما حصلش الكلام ده. We all had lots of different ideas. عندنا أفكار مختلفة يا ماما. الكلام ده بيحصل بالفعل. It was a really interesting discussion. كان حقا مناقشة مدهشة. Whose opinion do you agree with? عندنا آراء كتير يا أبطال. كل واحدة من زميلاتنا وزمايلنا عندهم فكرة معينة. ضحى، In my opinion، من وجهة نظري، electricity is most useful in our free time. خلي بالك يا مس، الكهرباء أكثر شيء مفيد في وقت الفراغ. I love my laptop. يا سلام على اللابتوب، حبيبي اللابتوب. I love my laptop. I do my homework on it. بأدي واجبي يعني. Then I play video games. وبلعب ألعاب فيديو. With my brother. وكمان مع أخويا. I love to watch television with my grandma. كمان بحب مشاهدة التلفاز مع الجدة in the evening too. شايفين كلمة too؟ في نهاية الجملة المسبقة. طبعا ضحى غالبا عندها وقت فراغ كبير أوي، مش مستغلها كويس، مستغلها جزء في الواجب، لكن في جزء في اللعب أهو، في جزء في مشاهدة التلفاز. تعال نشوف مع بعض. خالد، I know what you mean. أنا عارف أنت قصدك إيه يا مس، but I think electricity is most important for lighting. الكهرباء طبعا أكثر شيء مهم فيه للإضاءة. I don't like the dark. خلي بالك يا مس، ما بحبش الظلام. We need lights in the evening. محتاجين الأنوار في المساء. خالد مهتم بالنور. سلمى، I don't agree. لا لا، أنا مش موافقة معاكم. I think it's more important in the kitchen. مهمة أكتر في المطبخ. We couldn't use our electric kettle without electricity. لا نستطيع استخدام الغلاية الكهربائية بدون كهرباء. Or our blender or our refrigerator.
What about the transportation؟ تميم بيتكلم ويقول لنا طب ايه رأيكم ماذا عن وسائل المواصلات؟ Some people have electric cars. بعض الناس عندهم سيارات كهربائية. And bus stations and airports all need electricity too. حتى كل محطات الأتوبيس وكمان المطارات تحتاج للكهرباء. طبعا آراء جميلة، أنا من وجهة نظري كلهم بيكملوا بعض. وقت الفراغ مهم لازم أستغله، الإضاءة طبعا شيء أساسي، الأجهزة الكهربائية في المطبخ مهم استخدامها بالكهرباء، وسائل المواصلات مهمة جدا جدا يا أبطال. روبوت إنسان آلي. The days the bells broke down. يا نهار أبيض إيه اللي حصل؟ كل الآليين تعطلوا. يحصل؟ هنشوف مع بعض. It's the year 2089. ده لسه ما جاش، بيتكلم على future. And life on earth is sweet. الحياة على كوكب الأرض حلوة. Humans have easy lives. البشر عندهم حياة سهلة، حيوات سهلة. خلي بالك lives جمع كلمة life، حياة. Because every family has a Bell robot. كل عيلة عندها إنسان آلي which works 24 hours a day for them. طبعا الإنسان الآلي أبطال بيشتغل 24 ساعة في اليوم بدون تعب. The Bell robots do all their chores. خلي بالك do chores يقوم بالأعمال المنزلية الروتينية. However, on this year, on this day, في اليوم ده a year ago, منذ سنة, something terrible happened. شيء ما فظيع حدث. إيش الشيء ده؟ The day started normally. اليوم بدأ عادي جدا. In Australia, في أستراليا, some bells were ironing clothes for their humans. بدأوا وكانوا يا أبطال بيأكل المنازل اللي يأكل ملابس للبشر to wear to work علشان يرتدوها للعمل. In Italy بيعملوا مكرونة ولا إيه؟ Other bells were quietly making milkshake. إيطاليا بيعملوا milkshake. And other were fixing cars. البعض كمان كان بيصلح السيارات. In Egypt the bells were making kosheri for the next day's lunch. كانوا بيجهزوا الكشري لغدا اليوم التالي. But then all over the world في كل العالم يا أبطال فجأة the noise of the robots suddenly stopped. الدوشة الضوضاء اللي كانت بتعملها الآليون توقفت. اللي حدث all the bells suddenly broke down. كل الآليين تعطلوا فجأة. They fell to the ground. كل الآليين وقعوا على الأرض. And their lights went out. كل الأضواء اتطفت يا أبطال. حاجة غريبة. One family in Alexandria was shocked. في عيلة في الإسكندرية عند يوسف وعند كارما كانوا مصدومين جدا جدا وأماني كمان في الإسكندرية. When they saw their bell lying on the kitchen floor. اقف يا عم الروبوت جهز لنا كوباية شاي. لا ما فيش فايدة. راقد في المطبخ. They tried to wake him up. حاولوا صحوه. بيل اصحى يا بيل اصحى. What happened? We're waiting for our كشري. منتظرين للكشري بتاعتنا. بيل said nothing. ما تكلمش. ما فيش كشري ولا ايه؟ مش هناكل كشري؟ لا تعال كل من عندنا النهارده. هشام the young son الولد الصغير started crying بدأ يبكي. I need a clean uniform tomorrow. محتاج الزي النظيف بكرة. He said and who's going to iron my school pants. مين هيكوي البنطلون؟ This is awful. فظيع.
I programmed Bill to fix my car. أنا يا أبطال عملت إيه؟ ثبت وصلحت سيارتي وبرمجت بيل علشان يصلح السيارة ويغير كمان البطارية باتري in it. What am I going to do؟ هعمل إيه يا بابا دلوقتي الآن؟ كل واحد الآن يا أبطال. Everyone looked very worried. كل واحد بص على التاني. But the daughter Farida said. فريدة كان عندها فكرة خطيرة جدا. We'll just do some chores ourselves. We will do just some chores. أعمال منزلية بنفسنا. بتقول إيه يا فريدة؟ هنجهز الحاجات بنفسنا؟ أيوة. Like people did in the past. زي الناس اللي في الماضي. We'll go on the internet. هنتصل بالإنترنت. And find out how to do things. ونرجع بالذاكرة نشوف الأجداد كانوا بيعملوا إيه. That's what granddad told me people used to do. زي ما الأجداد كانوا متعودين يعملوا إيه. The family started trying to learn things from videos. بدأوا يتعلموا. They learned how to use a blender and had milkshake. حلوا المشكلة. Mom learned how to use microwave. So they could heat some food. استخدموا الميكرويف وسخنوا بعض الطعام. They didn't really like that. الموضوع كان غير محبب في الأول. Because Bill normally made the meals for the family. طبعا الإنسان الآلي هو اللي بيجهز الطعام للعيلة. Dad tried to learn how to fix his car. Dad حاول إنه يصلح يتعلم يصلح عربيته. But it was too difficult. صعب جدا. And he certainly did not understand how to change the car battery. ما عرفش أبطال يغير البطارية. That was very complicated. معقد جدا. هشام did well. He quickly learned how to iron his own clothes. لكن المشكلة الحمد لله a computer engineer solved the problem. حل المشكلة. And all the bells started working again. بدأت تشتغل مرة تانية. The bells in Egypt were busily cleaning cars. شغالين مشغولين بهمة ونشاط في تنظيف السيارات ready for work on Sunday. مستعدين للعمل. Life was normal again. رجعت طبيعية تاني. However, the humans are now ready in case مستعدين في حالة الآلي وقف مرة تانية تعطل مرة تانية they are